السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بيساعدك في عمل البحث العلمي، ممكن تحدد له العنوان اللي انت عايزه للبحث العلمي وهو يساعدك، وممكن ترفع له كتب سواء وورد او PDF وهو يبدأ يقرأ الكتب دي وينظمها ويطلع لك منها البحث بتاعك ويعمل لك ترجمة للمقالات. لو انت حددت له مثلا انت عايز البحث بلغة معينة فهو يترجمها لك. فهو سهل جدا في الاستخدام وناس كتيرة استخدمته، وهو في ناس كتيرة العربي. فمن خلال الذكاء الاصطناعي بتحدد الموضوع فيكتب لك هو الموضوع، مجرد حددت له العنوان بتاع الموضوع او تدي له كتب وهو يبدأ ان هو يلخص لك ويترجم لك كل حاجة، والترجمة بتاعته بتكون دقيقة والترجمة كويسة. فموقع منظم جدا وسهل جدا في الاستخدام. تعال نشوف الأسعار بتاعته، هو طبعا ليك إن أنت تجربه، لكن هنشوف الأسعار لو أنت عايز تستخدم الخدمة ديت. ممكن تجربه في بحث واحد مجانا وعشرة ريسورس، تقدر تدفع 4 كتب. الطلبة $10 في الشهر أو 300 جنيه في الشهر. لو أنت باحث 25 في 3 شهور أو 750 في 3 شهور. فالأسعار قليلة في مقابل إن هو يكتب لك البحث، لكن في الأول في الآخر ده البحث بتاعك، فلازم تراجع ورا كل كلمة. لو غلط في غلطة دي مسؤوليتك أنت، لا مسؤوليتي ولا مسؤولية الموقع.